قال إن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء الإنسان، وليس فقط بناء الإنسان تعليميا ولكن ثقافيا وفنيا ورياضيا وسياسيا، وهو في العالم كله يطلق عليه بناء الأمة، وهي الظهير الداخلي لكل دولة هو الأمة الداخلية. فإذا احنا بنتكلم على رحلة طويلة جدا بتبدأ من أول الطفولة، دور كبير على التربية والتعليم، لأنه بيوصل في 12 سنة تعليم، في أسرة كمان جنب التربية والتعليم، في محيط للأسرة، في إعلام بيؤثر على النمو وبيأثر على التشكيل الوجداني لهذا الطالب أثناء فترة دراسته في المرحلة قبل الجامعية التعليم الأساسي، ثم يصل إلى مرحلة الجامعة اللي هو بيجي لنا فيها المفروض إن هو في مرحلة عمرية 18 ل 22 سنة، مرحلة خطيرة جدا لو احنا اشتغلنا من غير ما يكون في تنسيق كامل مع مرحلة التعليم ما قبل الجامعي هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. فإذا هي رحلة طويلة، احنا في عندنا أمل وعندنا رؤية واضحة خاصة بالجامعة، ازاي ان احنا نشكل وجدان الطالب بجانب العلم، ان يكون هناك كمان مهارات، يكون في جدارات يقدر ان احنا يستكتسبها، نقدر ان احنا نديله تثقيف، نقدر نديله وعي، نقدر نديله تفاهم للآخر، مواطنة، علشان يقدر يخرج كعضو للمجتمع يستطيع ان الدولة تقدر هو ده فكرة بناء الإنسان بصفة عامة.